بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. خريستوس أنستي. قبل ما ابتدي كلمتنا النهاردة عاوز أقول لكم رسالة شغلاني. أرجوكم اللي عنده مجال ياخد التطعيم ياخده، لأن اليومين دول يا أحبائي الموضوع بينتشر، موجة عالية، حالات خطيرة، والتطعيم أكيد هيحمي وينقذ ملايين. فأرجوكم بلاش يعني نغذي فكرة الشائعات والحاجات اللي تخوف. أكيد التطعيم أفضل جدا من قلته. أتمنى بس تهتموا بالموضوع ده إنقاذا لحياة ناس كتير. على قولة بقى تطعيم الكورونا دي، عندنا في الفكر المسيحي حاجة مهمة أوي. عندنا تعبير كده استخدموه الآباء اسمه دواء عدم الموت أو تطعيم عدم الموت. يعني إزاي تاخد حاجة تمنع عنك الموت. أكيد كلكم فهمتوني. الأسبوع الثاني بتاع الخمسين المقدسة بيركز كله على خبز الحياة الإفخارستية، واللي تابع قرايات الأسبوع اللي فات كله أغلبها من يوحنا 6، لأن ربنا يسوع في يوحنا 6 اتكلم بصراحة شديدة وبوضوح أنه ما فيش أبدية من غير الأكلة دي، وأن الأكلة دي أغلى حاجة وأغنى حاجة في الدنيا دي كلها. وبعدها بقى الأباء ابتدوا يفسروا خبزنا الآتي أو خبزنا كففنا على الأكلة دي، أعطينا كل يوم. يعني إحنا عاوزينك أنت يا رب، أنت خبز الحياة الواهب الحياة للعالم. أبائنا كلوا المن وماتوا، إحنا عندنا بقى أكلتنا الجديدة اللي ناكلها ما نموتش. ومن هنا نكلمكم النهاردة عن مائدة الرب، لتعبير كتابي، تعبير أبائي، أو الإفخارستية، سر الشكر، أو خبز الحياة، أو سر التقديس. كل التعبيرات الجميلة دي هي حياتنا. يعني أبسط شخص في الكنيسة القبطية تلاقوه يقول أبانا الذي، ويجي يتناول. لو ما يعرفش حاجة خالص في الدنيا بينادي على اسم ربنا يسوع وعاوز يأكل المسيح أكل، وكده يستعد للسماء، لأنه حسب كلام المسيح اللي ينادي على يدخل السماء وليأكل جسدي ويشرب دمي له حياة أبدية. طبعا كل الباقي مهم، لكن كل ده في إطار واحد من الإيمان والتوبة والإنجيل والمحبة والقداسة والجهاد، كل ده بيكمل بعضه. مشكلتنا في الزمن ده أن الناس وهي رايحة القداس ساعات المعاني الجميلة دي بتروح من ذهنها. فأنا عاوز أكلمكم عن فكرة وانت رايح القداس، وانت رايح تاخد خبز الحياة، مفروض تكون بتفكر في ايه. اول فكرة، انا رايح اقابل المسيح. يعني لو تصورت ان في معاد مع وزير، في معاد مع رئيس الجمهورية، في معاد مع شخصية مهمة، بتقعد تفكر طول الاسبوع هتقابله ازاي، هتقعد معاه ازاي، هيبقى شكلك ايه، وبتلمع الجزمة، يعني من اصغر الامور لاكبرها بتهتم بيها. طيب انت مش مصدق انك انت جاي الكنيسة تقابل المسيح شخصيا؟ دي حقيقة، دي مش وهم، ده مش مجاز. المسيح اللي وقف في العلية وقال لهم المسوني، هو اللي على المذبح وبيقول تعالوا خدوا كلوا هذا هو جسدي، خدوا اشربوا هذا هو دمي، يعطى لغفران الخطايا وحياة أبدية. إذن لقائي مع المسيح بينبهني لحاجات كتيرة قوي. أولا عاوز أشكره عشان كده يظلل على جو الليتورجية القبطية، يعني القداس القبطي بالذات، في خطين أساسيين واضحين فيه جدا، خط الشكر ومع التسبيح، وخط التوبة ومع التضرع. دول خطين زي القطر كده، يعني ايه القطر القديم القطر الجديد خط واحد. انما تلاحظ جو الصلاة كله مركز، يدوب يتقول الليلو يا او زوكسا باتري او اجيوس او المجد ليك يا رب، وتلاقي الناحية التانية يا رب ارحم، ارحمنا يا رب، سامحنا يا رب. دول الخطين الشعبيين، الليتورجية يعني صلاة شعبية. طب أنا لما أروح أقابل المسيح عاوز أقول له إيه؟ بصراحة ما فيش حاجتين أكتر من كده، يا رب أشكرك قوي على اللي بتعمله معايا، وسامحني، اغفر خطاياي لأن ما لهاش أول من آخر. حتى لما بقول بشفاعة والدة الإله أقول يا رب أنا عملنا بغفران خطايانا، واختمها بقولة إيه؟ ذبيحة التسبيح. يبقى أول مفهوم يشغلني وأنا داخل على القداس، أنا هقابل المسيح اللي هقابله عيانا بيانا أول ما إيه أسيب الدنيا دي،
طب انا ما واخد عليه، ما انا باجي له كل قداس وسلم عليه والمسه وقابله. الافخارستيه ذبيحه شكر، لان جاي اقول له يا رب اشكرك، مش عارف اقول لك غير كده. قابلت واحد الاسبوع ده كانت اتقلبت بيه العربيه وزي اللي مات وقام، قال لي غالب عليا طول اليوم ان انا اقول اشكرك يا رب. قادر اتخيل ان انا كان الطبيعي ان انا اموت، ما فيش حاجة شغلاني طول اليوم غير أشكرك يا رب اديتني حياة. طب ده حصل معانا كلنا بأشكال وألوان، وحصل معانا من يوم ما تعمدنا إن احنا متنا وقمنا بجد، بس خدنا حياة أبدية. إذا هنجازي ربنا عن كل إحساناته بإيه؟ نيجي نقول له أشكرك يا رب. يبقى أنا جاي للمسيح مخصوص بقول له أشكرك، أقولها له سجود، أقولها له بقي، أقولها له بدماغي، أقولها له بعيني، أقولها له بإيدي، بكل ما في كياني جاي أقول له أشكرك. وجاي كمان أقول له إيه؟ أنا مكسوف منك، أنا مقصر معك، أنا ما عملتش اللي أنت قلته، أنا وحش بس أنت حلو. فيبقى إحنا جايين نلتقي بالمسيح حبيبنا ملكنا إلهنا، نشكره ونطلب منه الرحمة. وبالتالي لما تحط الشكر مع التوبة تساوي حب، لأن اللي بيشكر بيحب، واللي بيقول سوري ده بيحب. فإحنا لقائنا مع المسيح هو لقاء حب، هي مائدة الإفخارستية. ليه ما تنفعش لغير المؤمنين؟ ليه ما تنفعش لغير التائبين؟ لأن دول ما عندهمش حب. إنما مائدة الإفخارستية هي ذبيحة حب، ربنا بيقدم جسد ودمه كأعلى تعبير عن حبه، وإحنا جايين نسجد قدامه ونفتح بقنا كأعلى تعبير عن حبنا. فإحنا بنلتقي بالمسيح نتحد بيه اتحاد العروس بالعريس. كل المشاعر دي شغلاني من ليلة التناول، أنا رايح بكرة القداس، أنا هقابل المسيح، أنا هقول له أشكرك، أنا رايح له بيتي عشان أقدم له تقدمة، أنا وعيالي وبيتي وفلوسي وحالي ومالي، أقول له كل ده تحت رجليك كتر خيرك، وجاي أقول له سامحني. في نفس الوقت طبيعي كلمتين دول أشكرك وسامحني بيقولوا له إيه؟ بحبك، بحبك رغم كل الخيبة اللي أنا فيها بس بحبك. فاللي جاي القداس بيقول الكلمات دي من غير ما ياخد باله، أنا بحبك يا رب، بشكرك يا رب، سامحني يا رب. طيب الأمر ما يخلاش، بما أني هقابل المسيح يا رب أنا تعبان. إذا لقاء شكوى، مش بس لقاء توبة وشكر وحب، هو في لقاء شكوى. يعني أنا جاي أشكي لك نفسي، أنا مش عارف أعمل إيه في روحي، فأنا جاي أشتكي لك نفسي، أنا حرمت خلاص أشتكي حد، أنت علمتني كل الناس كويسة، وأنت ليك صرفة معاهم وتظبطهم، بس أنا مشكلتي مع نفسي، مش عارف أغلب روحي، قلت لي ما تقلقش بقلق، حب الناس مش عارف أحبهم، صلي كتير خيبان، ما تكسلش بنام، أنا مش عارف أعمل إيه في روحي، فأنا جاي لك يا رب أحط نفسي قدامك زي بقى نازفة الدم، زي المخلع، زي الميت، أنا جاي أشكي لك روحي. حتى الظروف مش هشتكيها، لأن الظروف في الآخر تطلع تنزل، أنت اللي مدبر وبيطلع تدبيرك أحلى حاجة، بس أنا جاي أشكي لك روحي. إمتى أكون فرحان على طول؟ إمتى تكون متكل على طول؟ إمتى يا رب أنشغل بيك طول الوقت؟ إمتى أتعلم أصلي طول الوقت؟ نفسي أوصل للي أنت قلته لي ده ومقتنع بيه، بس مش عارف أوصله. إذا أول شعور وفكر يشغلنا وإحنا رايحين لخبز الحياة إن إحنا هنقابل المسيح حقا بالحقيقة، المسيح القائم من الموت، رايحين نحتفل مع المريمات والرسل بقيامته، فرايحين نقول له أشكرك، رايحين نقول له سامحني، رايحين نقول له بنحبك، رايحين نقول له الحقنا. تاني معنى جميل هو لقاء مع السماء. بما أن المسيح خبز الحياة، هو أكلة كل القديسين، هو طعام الأبرار، وبالتالي كل الأنبياء والرسل والقديسين والملائكة بيجتمعوا حوالين المذبح. المذبح ده بيشاركنا فيه أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وداود، وحط معهم بطرس ويعقوب ويوحنا وبولس إيه اللمة الحلوة دي؟ دي لمة تاريخية، كل قداس نجتمع مع كل قديسين كل العصور عشان نسبح ربنا. طيب لو قالوا لك انه مثلا ابونا ابراهيم بيظهر في كنيسة،
هتجري تقعد تسهر طول الليل. طب وتعالى المذبح، تعالى الكنيسة، أبونا إبراهيم موجود طبعا، ما يقدرش ما يكونش موجود. إلهنا إله أحياء مش إله أموات، إحنا لا ننظر لإبراهيم كتاريخ، ده حضن أبونا إبراهيم، ده هو اللي إحنا نفسنا نروح له النهاردة قبل بكرة. لقائنا مع السماويين ده لقاء جميل، كنيستنا تعبر عنه بأيقونات وتعبر عنه بزوكسولوجيات وهيتنيات عشان تقول لنا العيلة دي بتاعتنا، تعالوا نقعد معاهم ونفرح معاهم ونتمتع معاهم عشان ده مستقبلنا معاهم، لا يكملوا بدوننا. يعني هم مستنيننا في السماء نكملهم، والشاهد على كده ايه؟ مائدة خبز الحياة. الإفخارستية تشهد ان احنا كنيسة واحدة وعيلة واحدة واعضاء في جسد المسيح، ولنا احتفال واحد يدوم للأبد. طبعا السماويين دول يعملوا ايه من غير ما تحس، وانت عمال تفكر في من العذراء والرسل والشهداء والابرار، هيتحرك جواك شعور مهم قوي، شعور الشوق للسماء. والافخارستية او خبز الحياة بيشوقك للحياة الابدية. الناس اللي عايشة من غير تناول سماء بتبهت قدام عينيها، حتى لو عندها ايمان بالحياة الابدية الموضوع بيبهت، موضوع كده ايه بيبقى نظري. انما احنا جايين الكنيسة نقول له عاوزين نروح السماء، ننتظر قيامة الاموات، احنا عاوزين نسافر النهاردة قبل بكرة، لاننا جايين ناخد الاكلة دي عشان نطير على السماء، عشان هي دي اللي هتدينا الحياة الابدية. يبقى واحنا رايحين نقابل المسيح، رايحين كمان نقابل عيلة المسيح، صرنا رعية مع القديسين وأهل بيت الله، فرايحين نتقابل مع العيلة. عارفين لمة العيلة في الأعياد؟ يمكن السنة دي بقى الكورونا يعني عطلت حاجات كتير، لكن كلنا كشعب قبطي يحب اللمة، يحب اللمة المفرحة، واللمة اللي فيها العيلة فيها الدفء فيها الحب دي بنستناها. طيب ده غير لمة القيامة، المسيح القائم ومع الحياة الأبدية هدية لينا، كمان جايب لنا العيلة كلها. يبقى أنت رايح الكنيسة مشتاق جدا، لأنه مش بس هتشوف مثلا حد من اللي رحلوا قريب، حبايبك دول برضو بيحضروا، لكن أنت بتشوف كل الأجيال وكل القديسين اللي سبقوك. كمان يا أحبائي جوه القداس أو احتفالنا بالمسيح خبز الحياة هو لقاء مع الواقع. يعني ايه؟ عجيب الروح القدس اللي جوانا اللي يملانا اثناء الليتورجيه اثناء الصلاه، تلاقونا انشغلنا بفلان ما جاش ليه، فلان ما جاش ليه، ده موضوع مهم جدا عندنا. بمعنى ايه؟ الخروف الضال واحنا جوه القداس دماغنا رايحه في الشباب اللي ما دخلش، والناس اللي ما عرفتش المسيح لسه، والناس اللي عثرت وطفشت من الكنيسة، والنفوس الضعيفة اللي مش قادرة تيجي لوحدها. فتلاقينا بنصرخ مش لنفسنا، ومع فرحتنا بالمسيح وفرحتنا باللمة الحلوة قلبنا وجعنا ومشغولين بحاجة تاني بالواقع. ايه الواقع؟ احنا لسه في العالم، والعالم لسه وضع في الشرير، ونفوس كتيرة بتهلك. فتلاقوا الكنيسة بتصلي لحساب اللي بره الكنيسة. أغلب الأواشي تلاقوها يا رب يا رب اذكر الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا، وكل المواضع وكل ديارات أبائنا، عمالين نصلي لبعضنا ونصلي للدنيا كلها. الواقع الأليم، يعني موضوع الوباء ده موضوع في كل قداس. إحنا يا رب عمالين نصرخ ارفع عننا هذا الوباء والغلاء والجلاء وسيف الأعداء والموت وكل أمر رديء، لأنه الكنيسة حاسة كأم مسؤول عن الدنيا كلها. قلبنا وجعنا حتى على الناس اللي ما نعرفهمش وبيموتوا، إن كان في أوبئة أو مجاعات أو زلازل أو حروب أو غيره. يبقى احنا متألمين مع المتألمين، بينما احنا متعزين قوي بحضور المسيح وسطنا وتلامسنا معاه في الإفخارستية، إحساسنا بالسماء ولمة السماويين وفرحتنا بالتوبة والغفران. إنما كمان قلبنا وجعنا ودموعنا في عينينا عشان في متألمين كتير ما نقدرش ننساه، لأن الروح القدس اللي قال لنا فرحا مع الفرحين قال لنا إيه؟ بكاء مع الباكين. ودي مشاعر في كل قداس، تبقى فرحان قوي وبتبكي،
فرحان قوي بالسما وبالقديسين وبوعد الحياة الأبدية، وبتبكي مع كل المجروحين والمتألمين اللي حوالينا. مين اللي يعمل الخلطة العجيبة دي؟ روح الله المسؤول عن القداس اللي بيتكلم في الليتورجية على فم الكاهن والشماس والشعب. كمان يا أحبائي هو لقاء مع الرسالة. يعني إيه؟ كل قداس بيحرك فينا رسالتنا. احنا بنيجي القداس كل واحد مشغول بهمه بعياله بشغله، بعدين جوه القداس نطلع مشغولين بقضية أخرى. صح كده؟ يعني ايه الشغل المظبوط كده؟ انك تدخل القداس للأسف التراب بتاع الدنيا دخلت تنظفه تنفضه جوه الكنيسة، ومع الصلوات والقرايات انت بقيت رحت حتة تاني. انت طالع من الكنيسة تقول انا عاوز العالم كله يعرف ربنا بموتك يا رب نبشر، بقيامتك، بصعودك، عاوز الناس كلها تعرف المسيح. مش مهم بقى الوباء يخلص ولا ما يخلص، المهم الناس دي كلها تروح السما. خلينا كلنا نتوب. اذا القداس بالإفخارستية خبز الحياة بيحركنا كلنا في رسالة المسيح. ربنا يسوع ما جاش يحل مشاكل الأرض. ربنا يسوع وإن كان شارك في شفاء الأمراض ورفع الظلم، إنما قضية المسيح رسالته إيه؟ خلاص البشرية. نقوم نطلع من القداس شايلين الرسالة. كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. يبقى إحنا داخلين بشيلة، نسيب الشيلة على الأرض جوه القداس ونطلع بشيلة تانية، نيري هين وحملي خفيف. إيه الشيلة الجديدة؟ شايلين خلاص العالم كله، شايلين دم المسيح، عاوزين نوصله للعالم، شايلين حب الله وعاوزين ندلقه على الناس اللي بره اللي ما دقتش هذا الحب. وعشان كده اللي يعيش جو القداس ويتمتع بالإفخارستية فعلا بيحصل له يعني كده ايه ترانسفورميشن بيسموها، الفورمة بتاعته بتبقى فورمة تانية، بيحصل له بدل كده. ده تعبير حتى الليتورجي يقول لك انقلنا. انقلنا يعني ايه؟ نتنقل نقلة كده، زي ما الخبز والخم ينتقلوا يبقوا جسد ودم، احنا نتنقل من شوية ناس مهمومين وخطاب الى ناس كاريزين حاسين بالمسؤولية وخدام للعالم. وكل اللي شغلنا نجيب ناس لربنا ونفرح السماء بالتوبة. يبقى الواحد بيكتشف المطلوب منه جوه القداس. مرة بنت بتقول لي انا قعدت فترة طويلة متضايقة قوي عشان مفيش جواز وكذا عريس يطلعوا كده اي كلامه. بعدين في مرة صليت قداس حلو قوي، طلعت من القداس بدور على الفكرة اللي كانت مضايقاني ان انا ما اتجوزتش، مش عارفة اجيبها. انا كل اللي شغلني طب انا عاوز الناس كلها تعرف ربنا، ونفسي يبقى لي رسالة واجيب ناس لربنا، وكفاية ان عريسي ربنا. قلت لي حاسة ان انا بدور على اللي كان مضايقني مش عارفة اوصل. من كتر سيطرة احساس انا بنت ربنا وعندي رسالة، مش فارق معايا حاجة تاني. القداس يعمل كده، الالتصاق بجسد المسيح ودمه يخلي الواحد كده. تفتكروا حد من بعد خبر قيامة المسيح ممكن مريم المجدلية دي يشغلها الجواز؟ جواز ايه؟ احنا وقرانا عاوزين العالم كله يعرف المسيح وقام بالحقيقة قام. يبقى هنا واضح انه في نقلة كبيرة بتحصل بالإفخارستية. طبعا العيب مش في الجواز ذاته، انما في موضوع اخطر واكبر من اي طموح ارضي. قلت جواز ولا فلوس ولا نجاح في شغل ولا مشكلة تتحل، هذه كلها تزاد لكم. لكن الموضوع الأكبر يلا كلنا نلم بعضنا ونروح السما. يبقى شفنا أحبائي أنه لقاء مع المسيح يعبر عنه بكلمات بسيطة، بحبك، أشكرك، سامحني، وبشكي لك نفسي، وبعدين لقاء مع السماويين كلهم الملائكة والأبرار، وبعدين كمان لقاء مع الواقع، يا رب الناس تعبانة والهم تقيل، وبعدين لقاء مع الرسالة، احنا لينا رسالة بنكتشفها. كمان يا أحبائي تلاحظوا ان في لقاء مع كلمة الله. الليتورجية القبطية كنيستنا اتعلمت حاجة من الإنجيل وعايشة بيها على طول، نجهز للتناول بالصلاة والإنجيل. يعني الليتورجية عبارة عن ايه؟ صلاة معجونة بإنجيل وإنجيل معجون بصلاة، ودول يجهزونا نلزق في المسيح.
فتلاحظوا القرايات كتير جوه القداس. هي القرايات دي بتعمل ايه؟ بتعمل كل حاجه، تنظف القلب، تروق العقل، تصحصح الاراده، تخلي الواحد ايه بيراجع نفسه، وانا عايش ليه، وانا موجود ليه، والمسيح عمل معايا ايه. فهنا تلاحظوا انه اللقاء مع الانجيل الحي، كلمه الله حيه فعاله امضى من كل سيف ذي حدين خارقه، يحصل كده اختراق داخل كل قلب جوه القداس، واحنا مستنين التناول من كلمه الانجيل اللي موجوده في القرايات وموجوده في الصلاه ذاتها، لان كل صلوات القداس متاخده من الانجيل، ده غير القرايات. يبقى لقاء مع الانجيل، انا في واحد بيقول لي انا قعدت فتره ما بقراش الاصفار على بعضها زي ما انتوا بتعملوا، بس انا بصلي قداسات كتير قوي، وكل قداس اركز جدا في القرايات وطول اليوم افكر في اللي قريته، بحس مش لاحق اقرا حاجه تاني غير كده. وقال لي الفتره دي كانت اجمل فتره في حياتي الروحيه، وده كان القصد في القداسات. كان زمان الناس ما عندهاش اناجيل في بيوت، وكانت الناس ما تعرفش السفر اوله ايه واخره ايه، بس الكنيسه مليانه قرايات جوه القداس، فالناس تاخد القرايات وتعيش بيها، وايه واحده تقعد تفكر فيها بالساعات وبالايام، وقداس يسلم قداس، وكلمه ربنا مسيطره على الدماغ. كان جيل كله قديسين، وكانوا دول ابرار وانقياء واتقياء ومبشرين، و مش لازم يذاكروا بالطريقة التقليدية يعني. أيضا لقائنا أحبائي مع بعضينا بقى، إحنا جوه القداس بنكتشف إنه ما ينفعش أقرب من ربنا غير لما أقرب من إخواتي. درس بقى بيعيد ويزيد فيه الإنجيل والتاريخ والكنيسة، مراش غير الشغلة دي، تحب ربنا وتحب أخوك، وده زي ده. تحب أخوك يعني تسامح، يعني تتبنى مشكلته، يعني تحس بوجعه، يعني تعذره، يعني تستر عليه، يعني تخدمه، يعني تراعيه، يعني تحترمه، يعني تقدمه على نفسك، وانت بتعمل ده كله من غير ما بتحس بتقرب من المسيح، بتستعد للإفخارستي. فيبان بالنسبة للمؤمنين التائبين ان في شرط اساسي هو اخويا قبل ما اقرب من ابويا، مش كده؟ وإن قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، سيب قربانك، اذهب أولا اصطلح مع أخيك. فتلاقيني غصب عني جوه القداس، طب سامحني لسه مش عارف أخدم إخواتي، مش عارف أحبهم كفاية، مش عارف أسامحهم كفاية. طب يا رب أقل حاجة افتكر فلان اللي تعبني، مش عارف أعمل أكتر من كده، هصلي له لأنه أساء إلي، ويمكن أنا أسأت إليه وأنا مش دريان. فهنا يوم الروح القدس يفرح ويفرحنا. ليه؟ لأنه دي الوصية الكتابية الأساسية، خلاصنا في علاقتنا. لما نعرف نحب بعض بجد نستحق أن نلتصق بالمسيح. لكن في واحد دخل غلط يقوله ده دخل إزاي ده؟ طلعوه بر، ليس عليه لباس العرس. أحد معاني لباس العرس غير المعمودية والإيمان المستقيم والتوبة، ما بيعرفش يحب. لما بيعرفش يحب يطلع بر، ما يدخلش على الوليمة دي. ليه؟ دي وليمة كلها حب، ده قربش منها غير اللي عايشين دايما قصة حب، عرفوا يحبوا ربنا قوي، يحبوا الناس قوي بدون أي شروط بقى ولا أي كرامات ولا كلام زي كده. تعالوا نتمتع بوليمة الإفخارستية. هذا هو الخبز الحي النازل من السماء الواهب حياة للعالم. أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير، هذا هو الجسد المحيي، جسد الحياة الأبدية، جسد ابن الله يعطي حياة لكل من يتناول منه. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.